بلد الوليد أصدر المجلس قرارا بحظر التجول الساعة 8 مساء وبإغلاق بلد الوليد اعتبارا من يوم غد، بالإضافة إلى إغلاق محيط المدينة وفرض حظر التجول. وتحدد سلطة التنفيذيات الإقليميات التجمعات إلى تتجاوز 4 أشخاص، وسيتم فرض حظر التجول عند الساعة 8 مساء وإغلاق محيط بلد الوليد اعتبارا من يوم غد. تم اتخاذ هذا القرار من قبل مجلس الجهة لإيقاف المعدل المرتفع للإصابة بفيروس كورونا. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.